كابتن هيثم، من وجهة نظرك سبب الاعتراضات التي صاحبت هاي الخلوة والمقترحات اللي تم اقتراحها فيها؟ يعني شوفي، بيانات للأندية واعتراضات رسمية ببيانات ما شفنا. نعم، يعني ردود أفعال خاصة بالشارع الرياضي ما شفناش. يعني أندية أصدرت بيانات معترضة، إنه اعتراض رسمي، عشان نكون منطقيين يعني، بس ما شفتش أنا رئيس نادي طلع وقدم اعتراضات رسمية على هذا، أو نادي نزل بيان. هلا أكيد في اعتراضات، الاعتراضات أكثر إشي هو موضوع الهبوط. يعني الأندية بتعرف إنه بتصير تخاف، يعني في أندية كثير بتخاف من موضوع الهبوط. هلا إحنا بنحكي بالعاطفة، يعني 12 نادي، يعني عدد اللي بدهم يهبطوا 4. إذا هلا إحنا بالدوري الأردني الحالي اللي حيهبط 2، ضايل جولتين وعندنا 5 أندية مش عارفين حيهبطوا ولا مش حيهبطوا. صحيح. فهذا الموضوع كل الأندية بخليها تحت ضغط الهبوط. هلا ما أعتقد في سبب ثاني غير هذا السبب. يعني السبب الرئيسي إنه بيعترضوا على هذا الموضوع، إنه لازم نزيد عدد الأندية، وإنه الأندية حيهتم بأندية أقل، والاتحاد الدوري حيهتم بأندية أقل. نعم، هذا أعتقد السبب. بس ما شفنا، يعني أنا أعتقد إنه الأندية إذا معترضة على هاي الاقتراحات تنزل بيان. يعني هذا أقل إشي، يعني مش مفروض ينزل. وهم بيجتمعوا دائما، شفناهم بيجتمعوا كثير واجتماعات تنسيقية وبطلع منها بيانات. هل شاهدنا بيان من الأندية على هاي المقترحات؟ هلأ مبدئيا ووفقا لاتحاد كرة القدم إنها مجرد مقترحات وستتم مناقشتها مع كافة أركان المنظومة. يعني هم قعدوا مع رؤساء الأندية، بدهم يقعدوا مع كافة أركان المنظومة من الحكومة، الأمن، الرعاة أيضا، قبل ما يتم اتخاذ القرار النهائي. أنا أعتقد أنه إقرار وليس، يعني ممكن يكون بيحكوا لهم مقترحات، لكن أنا أتوقع أنه الاستراتيجية رايحة للتنفيذ تحت كل الظروف. نعم، طيب، وبدك نحكي رأينا بالاستراتيجية؟ بدي أسألك رأيك يلا بالاستراتيجية. بس قبل كنا للحديث عن الاستراتيجية ورأي الأندية والنظام أيضا المطروح، بنضم لنا عبر الهاتف معالي سليم خير، رئيس نادي شباب الأردن. مساء الخير معاليك. مساء الخير، يعطيك العافية وعلى الضيوف الكرام. أهلا وسهلا فيك بأكسترا تايم. معليك بالبداية، ما رأيكم بالاستراتيجية المطروحة؟ والله شوف، يعني هاي الاستراتيجية أنا دائما أنا ضد تقليص الأندية. أولا كان يفضل إبقاء الأمر كما هو. نعم. ودعم مالي، إيجاد دعم مالي، يعني إذا كان السبب الرئيسي فقط أنه ريع المباريات أو ريع الراعي تتقسم على أندية أقل، فهذا أعتقد مش عذر. وهي التجربة أعتقد صارت في الكويت، واحنا بنشوف ايش اللي صار بالكويت الان. الاستراتيجيه هاي عرضت علينا كانديه فقط الاطلاع. انا كنت واضح، سالت السؤال هل هذا تم اقراره؟ بلغونا انه هذا الموضوع يبحث خلال سنه، تم عرضه على اكثر من جهه، ويبدو انه قرار متخذ. نعم، لانه يعني معاليك وفقا لاتحاد كره القدم احنا تواصلنا معهم انه هو مقترح ولسه لم يتم اقراره. لا مش مقترح، انا كان طرحي واضح، طرحت التصويت من قبل الانديه على القرار، لم يسمح لنا بالتصويت. نعم. وإنما كان القرار أعتقد متخذ، وأنا أتحدى أن يتم تغييره ولو بسطر واحد. نفس الكلام. نعم، لن يغير. هذا الاستراتيجية تم واضحة، يعني خلص القرار واضح، بحث من خلال سنة في الاتحاد، وأنا كنت لما كنت عضو الاتحاد القدم تم طرح الموضوع لكن لم يبحث. القرار أعتقد في التوقيت الغلط. لازم التركيز إيجاد راعي، دعم الحكومة، إيجاد آليات دعم لتعمل أندية مالية. أما نعم، تقليص عدد الأندية أعتقد هذا مش الحل. طب مش كيف الحل من الممكن التعديل على النقاط الخلافية؟ ما هو خلافية، نبحث بالنقاش، نقعد مرة ثانية ونبحث. يعني ما بصير تيجي ينطرح علينا موضوع استراتيجية فجأة خلال جلسة مدتها ساعتين ثلاثة ونحكي بموضوع هذا، كان يبحث على مدار يعني ايام واسابيع مع الانديه، لان هي المعنيه وليس الاتحاد الاردني. الاتحاد الاردني هو ينظم، احنا اللي بنلعب المباريات واحنا اللي بنكون تحت الفلقه. كان لازم ينبحث الامر مع الانديه، والقرار النهائي يجب ان يكون الانديه وليس الاتحاد، مع احترامي للاتحاد. نعم، طيب، الامين العام لاتحاد كره القدم سمر نصار تحدثت في الخلوه عن الاستدامه الماليه كرئيس نادي، هل انعكس هذا الملف عليكم ايجابيا؟ هذا الملف كيف؟ ما يعني ما بقدر اقول لك او لا، لان لم يطرح اي طرح استدامة. يعني ما عندنا فكره عن الاتحاد شو بفكر بالموسم القادم. احنا بنحكي على استراتيجيه، بنفس الوقت الانديه مش عارفه امتى الدوري بده يبدا، بنعرفش
هل هناك راعي؟ في مواد، في امور كثير كانت تبحث يعني بموضوع الاستراتيجيه لفترات. انا اعتقد ما بقدر اجاوبك على موضوع السلامه الماليه، لاني ما بعرف ايش الاوضاع الماليه راح تكون مستقبل يعني الموسم القادم. طب وفي السابق كيف يعني؟ في السابق يعني لما حطوا السقف من اجل التعاقدات، هل حسيتوا الأندية تأثرت إيجابياً أم سلبياً بهذا الموضوع؟ هل قلت المديونية أضلتها زي ما هي؟ الإدارة المالية والتنظيم المالي مهم، نعم، لكن ما يتخذ قرارات فجأة. يعني أنت بتحكي على إدارة مالية، على سقف مالي. الموسم الماضي تم إبلاغنا بالسقف المالي قبل أسبوع، لكن الآن السنة هاي يعني لحد الآن يعني أنا كنت صراحة أقول لك شغلة، في كتير أمور مش واضحة، لازم يكون في جلسات ثانية مع الأندية والاتحاد لبحث الموسم القادم. الموسم القادم موسم مهم، صحيح. احنا مش عارفين ايش راح يصير فيه ماليا، ايش التنظيم، حتى العقوبات اللي اتخذ عمالها يجب بحث موضوع لجنه تاديبيه، المواد باللجنه التاديبيه. مش معقول كمان يعني اذا كان طلع رئيس نادي انتقد شغله يحكم يعني يعاقب، مش معقول يعني كمان، ما هذا مش ديمقراطيه. من حقه ان ينتقد الحكام، من حقه ان ينتقد اليات عمل الاتحاد في بعض الاحيان. فيعني انا هاي النقطه مهمه، متمنى ان الاتحاد يكون واعي ويجلس مع الانديه في خلوه ثانيه ويبحث هاي الامور المهمه. مش موضوع والله اجي اقعد بالاستراتيجية 4-5 ساعات واطلع يعني كان ياخذ ما عملنا شيء. انا بالنسبه لي صراحه ما عرفت شيء. نعم، يعني دائما بنقول النقد الايجابي والطرح الايجابي والنقاش بالضبط. هو دائما اللي بيوصل لنتيجه صحيح. ترضي جميع الاطراف صحيح. فان شاء الله انه يتم اعاده النظر في هذا الموضوع ويصير في قعده ثانيه بين الانديه والاتحاد لحتى تتغير الامور وتنحل هذه المواضيع. معالي سليم خير، بدي اشكر مداخلتك معنا، اهلا وسهلا فيك. كابتن هيثم، يعني منشوف الأندية تعاني مادياً، ويمكن في بعض القرارات تخلي الأندية كمان تعاني مادياً. من وجهة نظرك أنت بتشوف هاي الطروحات اللي تمت إيجابية أم سلبية، والتغييرات اللي انطرحت لتطبيقها على الدوري إيجابية أم سلبية؟ هلأ هو في حديث للعاطفة وفي حديث للمنطق، بس أنا بدي أروح معك باتجاه المنطق. أكيد هلأ بدنا منطق. احترامي تقديري الكبير لمعالي سليم خير، من أكثر رؤساء الأندية اللي بحبهم، وعمل إشي كبير مع شباب صحيح. الأردن، وعمل صلع لنا نجوم وشباب، وببارك له الفوز الأخير في الدوري اللي احنا كلنا بنحب هذا النادي اللي قدم كتير لكرة القدم الأردنية. نعم، شوفي أنا مش بدي أحكي زي ما بحكوا إنه احنا بدنا نعمل تقليص وكذا عشان المستوى، لا، أنا بدي أحكي شيء أهم من هيك. احنا وصلنا لمرحلة الموت السريري. الأندية الآن في أسوأ وضع بتمر عليه صحيح. في تاريخ مشاركتها في دوري المحترفين الأردني. اليوم لجنة أوضاع اللاعبين من سنة ما طلعت قرارات، لو اليوم تشيل القرارات اللي في خزائنها بالقضايا اللي بخزائنها، 11 نادي راح يكونوا ممنوعين من التسجيل بنسبة 90%، كل نادي واحد اللي وضعه مختلف. فهذا مؤشر صعب. اتحاد مش قادر يلقى، مش جايب راعي، نطالب الأندية تجيب راعي، ما هو احنا عارفين ظروف البلد الاقتصادية. اليوم هذا الوضع المالي الصعب على الأندية، وفي مقولة بنعرفها كلنا، يعني بدك أحيانا بدك تنقض إشي بتضحي بإشي. إحنا الآن عشان ننقض هاي، يعني أنا في جزء بالاستراتيجية مع موضوع التقليص أنا مؤيد له. نعم. مؤيد له، مش بحب وأنا زعلان، يعني أنا كنت أتمنى يكون عدد الأندية 18 ولا 16 ولا 14 إنه نزيد. طيب مؤيد له ليش؟ مؤيد له لأسباب، أهم هاي الأسباب. الفلوس اللي بتيجي بتتوزع على 12 أندية، ما احنا مش قادرين نطور، احنا نحكي لا لازم ندعم هاي المصاري الموجودة، يعني بدل ما نتوزع مع الوضع اللي موجود، بدل ما نوزع الفلوس هاي على 12 نادي بنوزعهم على 10 أندية. نعم. يعني مثلا التلفزيون بدفع مثلا رعاية البث مثلا 1.5 مليون، بدل ما يروحوا على 12 بيروحوا على 10. مش لأني أنا بحب العشرة، لأني بدي أنقذ كرة، بديش الدوري يوقف، بديش كرة القدم الأردنية تتوقف. لو جبنا راعي بدل ما نوزع الفلوس على 12 بنوزعها على 10، بدل بعدين بزيد عدد المباريات في مباريات جماهيرية. يعني نعم. لما يقل العدد وصير التنافس أكثر، وعملت إشي أني أعمل مرحلة فيها مباريات تنافسية أكثر، بزيد الريع لهاي المباريات التنافسية، بزيد الإيراد، لأنه بنعرف إحنا معظم مباريات الدوري ما فيه. أسوأ سنة في الحضور الجماهيري بتاريخ كرة القدم الأردنية. أنت بتخيلي 90,000 كل اللي حضروا المباريات لحد الآن، يعني 3 مباريات أو 4 مباريات بالدوري بالوضع الطبيعي للأندية القمة طبعا. فأنا بحكي هذا الاستراتيجية
الهدف يعني الإشي اللي بنتظره منها إنها تحاول تحسن موارد المالية للأندية العشرة اللي بيضلوا حتى بالدرجة الأولى حيصيروا عشرة بحسب الاستراتيجية وأرفع مستوى المباريات. نعم. هلا واحد بيحكي لي نرفع مستوى المباريات، طب إحنا كل الدول فيها مباريات ضعيفة ومباريات قوية. لا بس إحنا اللي صار عنا أوفر. أوفر. هذا الموسم كتير. أوفر يعني صحيح. أعطيك دليل إنه أوفر. هاي نادي الحسين طول دوري تعادل بس مع الوحدات والفيصلي، يعني باقي المباريات إيش؟ هاي الفيصلي في الإياب فاز على كل المباريات، يعني ما في منخش على المباراة عارفين النتيجة. نادي الوحدات بعيد عن المنافسة من بداية الإياب وما هيك وبعند بأسوأ ظروف بمر فيها وما عندوش عنده غيابات وإصابات ومشاكل فنية، ما هيك قاعد بفوز، بفوز يعني بالأسابيع الأخيرة. في جاب كبير نصين. في جاب يعني. كبير بين الأندية. إحنا لازم يعني أنا مع هذا القرار عشان نرفع المستوى. نعم. ونقلل من هذا الجاب بين الأندية القمة والأندية الأقل، حتى اللعيبة بتوزعوا على النجوم بصيروا يتوزعوا أكثر على الأندية، بدل ما يتوزعوا على 12 نادي بتوزعوا طيب. على 10. مش هذا الطموح، الطموح يكونوا أكثر من بس 12. إنه أنت وجهة نظرك بنتأقلم مع الوضع الحالي عشان ننقذ ما يمكن إنقاذه. طيب إنقاذ. هل برأيك دمج مثلا أندية المحافظات ممكن إنه يساعد في تحسين الوضع؟ هو هلا هذا موضوع الدمج يعني موضوع مش سهل، هاي هيئات عامة، كيف بدك نجيب الهيئات العامة ويصيروا مع بعض؟ هلا هذا بده ناس بوزارة الشباب يجاوبوك على السؤال، هل في دمج ممكن؟ هل نستطيع ندمج أندية؟ يعني أنا مش خبير بهاي الأمور يعني، أو بعرف القوانين بتسمح. نعم. هلا كمان نيجي ندمج ناديين فلسين التنين وعليهم كل واحد نص مليون، يعني ما حلينا المشكلة، زدنا المشكلة. احنا يعني صار بيجوا بيحكوا بدنا الخصخصه، نخصخص الشركات ونعمل الشركات الانديه شركات. طب معني ماشي، ما كل هاي مثلا في مصر في السعوديه الاهلي والزمالك شركات، بس هم الشركه. هلا الان الانديه عليها مليون ومليون ونص، كيف بدها تعمل شركات؟ وما في شركه في الاردن تيجي بتقول انا بدي ارعى نادي الفيصلي كامل، او بدي ارعى نادي الوحدات كامل، او بدي ارعى نادي، لانه الشركات وضعها المالي كمان الظروف الاقتصاديه حتى مأثره. صحيح. يعني بشكل عام يعني. وبيجي شركه عندنا بتيجي، اذا اتحاد كره القدم عاجز عن ايجاد راعي للدوري، احنا كيف نطالب الانديه؟ فانا بحكي بس عشان ينجح مشروع الاتحاد مش بس تقليص الانديه، موضوع الحوكمه بده يكون مش عاطفي. نعم. وما في تمشاي، موضوع الحوكمة لازم يتطبق. يعني أنا من أفضل أكثر المشاريع اللي عجبتني قبل 3-4 سنين الحوكمة مفروض أنت نادي دخلك 300,000 ممنوع تعمل تعاقدات. طب إذا أنت عملت آخر السنة زادت ديونك 200,000 معناته أنت عملت تعاقدات تانية ما أظهرت لي إياها. اتحاد لازم يتعامل بقوانين بصارمة بهذا الموضوع. صحيح. يجرد يوفنتوس جرد من لقب عشان تجاوز اللعب النظيف بالهاد وخصم نقاط من أندية. خلاص يعني إحنا ذا معترفين إنه الأندية الأردنية في طريق صعب وخطير جدا، بدي تكون القرارات واضحة صارمة. ما في تعاطف. نعم. هلا أنا إذا عندي انتقاد في الاستراتيجية لازم أحكي، لأن زي ما حكينا الإيجابية اللي عجبتني اللي هي بطولة سن 23. أنا بطولة سن 23 مش مقتنع أنه إقامة كل سنة لبطولة لسن 23، لأنه سن 23 هو عبارة عن لاعب فريق أول. نعم. اللي عمره 22 سنة لاعب فريق أول. نادي شباب الأردن معدل أعمار الفريق الأول أقل من 22 سنة بيلعب بالدوري، 21 سنة يمكن. صحيح. هلأ أنا إذا تخطيط الاتحاد عشان في يوم من الأيام أروح أخذ بطولة آسيا تحت سن 23 وأصل للأولمبياد، ما بعمل كل سنة بطولة سن 23، لا باجي بعمل بطولة يعني خطة لأربع سنوات، ببلش بمنتخب 19 دوري 19، السنة اللي بعديها 20، بعديها 21، بعديها 22، نفس الجيل عشان أشارك فيه في كأس آسيا تحت سن 23 إذا بدي أعمل. أما أنا شو استفدت كل سنة بطولة تحت سن 23؟ والأدهى إنه هو عم بيحكي الاتحاد معترف في ديون الأندية بظروفها المالية، معترف بكل أزماتها، وبيحكي لها اعملي فريق تحت سن 23، فريق تحت سن وشاركي بالدوري، فريق تحت سن 23 مكلف، جميع اللاعبين يعني. بعد ال 18 سنة عندهم عقود ومحترفين. نعم. فبدهم يعني هم مش قادرين يعملوا فريق أول، وبدي يعملوا كمان فريق تحت سن 23، مشكلة. نتمنى أن نشوف التغيير والتطوير دائما للأفضل، وإن شاء الله أنها تنحل هاي المشكلة. كابتن هيثم بدي أشكر حضورك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. أهلا.